وللمزيد ينضم إلينا من باريس علي المرعبي، الكاتب والباحث السياسي. سيد علي، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ونحن نتحدث بعد ختام قمة الناتو، أهم مستخلصات هذه القمة سيد علي لو تشرحها لنا في نقاط. صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. للحقيقة يعني المقررات صار الجميع يعرفها، ولكن علينا البحث ما وراء المقررات، ما خلفها، ما هي يعني توجهاتها الأساسية الحقيقية بعيدا عن الأعلام وعن ما نشر من الأخبار. صحيح. من المعروف أن هناك صراع واضح ضد سياسة القطب الواحد، القطب الواحد الأمريكي، يعني تقودها بشكل مباشر روسيا والصين مع حلفاء آخرين، ولكن بالواجهة الأساسية هي روسيا والصين. روسيا سياسيا وعسكريا بسبب الحرب في أوكرانيا، والصين اقتصاديا وسياسيا. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على أعضاء حلف الناتو الغربيين وخاصة في أوروبا الشروط المناسبة لمواجهة هذا التحدي الذي يفقد أمريكا سياسة القطب الواحد الهيمنة الأمريكية على السياسة العالمية، وأيضا اقتصاديا يفقد الدولار كعملة للتبادل التجاري الدولي. وأعلنت الصين بشكل واضح وأكدت يوم أمس أنها لن تتعامل إلا عبر العملة الوطنية الصينية في كل تبادلاتها التجارية الدولية. إذن هذه هي الصورة الحقيقية، صراع سياسي اقتصادي. العسكري أتى لاحقا في أوكرانيا لتنفيذ وللتصدي لهذا المشروع، لتنفيذه أمريكيا وللتصدي له روسيا وصينيا. أخذ صورة المواجهة العسكرية، لأنه نعرف أنه المواجهة العسكرية هي المواجهة السياسية في درجتها القصوى العليا. صحيح. يعني سيد علي، هل بدت لك واشنطن هي الطرف الأكثر رغبة في عدم إنهاء هذه الحرب على عكس ما قاله بالطبع الرئيس بايدن؟ لا طبعا، هيدي معروفة يعني للجميع أنه أمريكا تريد استمرار هذه الحرب بأي ثمن. أول شيء بمواجهة المشروع الروسي الصيني بإلغاء سياسة القطب الواحد من جهة، من جهة ثانية إضعاف الاتحاد الأوروبي اقتصاديا الذي كان بدأ يتشكل بقوة ما قبل أزمة الكورونا، والآن مع الحرب في أوكرانيا بدأ يضعف أكثر وأكثر، وخاصة الاقتصاد الألماني والفرنسي اللي هم الركيزتين الأساسيتين للاتحاد الأوروبي، ومن أيضا لضم الاتحاد الأوروبي أكثر وأكثر تحت العباءة والهيمنة الأمريكية من خلال التخويف العسكري أنه أنتم ما عندكم القدرة لمواجهة روسيا إلا بدعم أمريكي، وأيضا لإفراغ الخزائن والمستودعات الأوروبية من الأموال ومن السلاح، ويصبحوا أكثر يعني تأثر وأكثر يعني ارتباط بالسياسة الأمريكية وتنفيذ توجهاتها وخططها. ومشروع البيان تبع الدول السبع الكبرى يخدم هذا الاتجاه أيضا، وخاصة الجانب الاقتصادي لمرحلة ما بعد الحرب. الأمريكان ينظروا أيضا ليس للحال الآنية، نعم، بالحرب التي تدور سريعا في أوكرانيا. نعم سريعا واخيرا نعم سريعا واخيرا سيد علي، لم يتبقى لدينا الكثير، ماذا عن حلف الناتو؟ هل بات اكثر قوه بعد هذه القمه وبعد هذه المخرجات وبعد ان كان يوصف بانه على شفا موت سريري؟ انا اعتقد ان الحلف الناتو بات يعني أكثر شراسة بالحضور وأكثر عدوانية بالحضور، ويعيد الآن الخطوات التي كانت سائدة قبان الحرب الباردة زمن الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو، وهذا يشكل تهديد للسلم والأمن العالمي. نعم، شكرا ضيفنا من باريس السيد علي المرعبي الكاتب والباحث السياسي، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.